هل تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية؟ نقطة حوار بعد قليل. محكمة العدل الدولية تخرج بقرارات أربعة: يجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح، يجب عليها فتح كافة المعابر البرية خاصة معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، يجب أن تضمن وصول لجان التحقيق في تهم الإبادة الجماعية، وعليها أن تقدم للمحكمة تقريرا بجديتها في تطبيق تلك القرارات خلال شهر من الآن. إسرائيل استبقت الأمر وألمحت إلى احتمالية عدم الالتزام عندما قال المتحدث باسم الحكومة إنه لا توجد قوة على الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها ومن ملاحقة حماس في غزة، بل وقامت بشن غارات جوية عنيفة على رفح بعد دقائق معدودة من صدور قرارات المحكمة. تلك القرارات إلزامية ونهائية غير قابلة للطعن عليها، لكن المحكمة لا تمتلك آلية تمكنها من تنفيذها. ما تبعات تلك القرارات ميدانيا وسياسيا إذن؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442030875289 على bbcrb.com، صفحات نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة أكس @M عبد الحميد BBC. أريد أن أبدأ كعادتنا بعينة من الآراء التي وصلت لفريق البرنامج سواء على منصة إكس أو على فيسبوك أو كذلك على واتساب تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية. إبراهيم يثني على القرار ويرسل لنا على فيسبوك ويقول: المفترض على العالم كله تشجيع وقف الحرب وألا يقف متفرجا على القتل والدمار، ويشكر شكرا جنوب إفريقيا. سالي رأت أن القرار لن ينفذ لأن إسرائيل لا تكترث وأمريكا تدعمها ولا تعتقد أن ما يحدث في رفح هو إبادة جماعية. هكذا ترى سالي وهكذا رأت وأرسلت لنا وجهة نظرها. كيف تفكرون أنتم؟ أرجوكم ارسلوا لفريق البرنامج مشاركات أخرى، سأعود لعرض بعضها لاحقا، لكن أريد سريعا أن أرحب بمتابعينا على تقنية زوم بانضمامهم للبرنامج. معي إلى الآن على زوم ريم خليل عبد الله وكذلك أحمد الأغا. أهلا وسهلا بحضراتكم، واسمحوا لي أن أرحب أيضا من باريس بالسيد المعتصم الكيلاني الباحث المتخصص في القانون الجنائي الدولي. سيد المعتصم أهلا وسهلا بحضرتك. صدر القرار بالحيثية التي رأيناها، أولا هل كنت تتوقعه وكيف تقيمه؟ تحياتي لك. أكيد اليوم أكيد كنت يعني أكثر المتفائلين اليوم بقرارات محكمة العدل الدولية. لم يكن يتوقع بكل صدق وبكل صراحة أن تقبل محكمة العدل الدولية جميع الطلبات التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في المحكمة لإضافة التدابير المؤقتة الجديدة. أعتقد اليوم يعني الضغط بما يخص بالتحديد وقف أمر المحكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عمليات العسكرية في رفح على الفور وفتح المعبر بشكل لتدفق المساعدات الإنسانية وتمكين لجان تحقيق معينة في الأمم المتحدة من الدخول بحرية. أعتقد هذا الطلب، هذا الأمر الأخير هو الأهم أعتقد أنا بوجهة نظري، لأنه سيفتح الباب للفرق العاملة في الأمم المتحدة وأيضا مستقبلا لفريق تحقيق خاص بمحكمة الجنايات الدولية أن يدخل إلى الأرض بشكل يعني ميداني ويستطيع أن يتحقق بنفسه عن جرائم الإبادة الجماعية التي يعني هذه حصلت. نقطة مهمة سيد المعتصم، أنا أريد أن أبحث معك في النقاط المستقبلية الآن ما بعد هذا القرار من الناحية القانونية. حتى أكثر المشاركات التي جاءت إلينا
كانت متفائلة بالقرار أو مرحبة به على الأقل، لكنها قالت إنه قرارات المحكمة إلزامية ونهائية غير قابلة للطعن، صحيح من الناحية القانونية، لكن لا آلية لتنفيذها. ما التالي من الناحية القانونية الآن، وكيف يمكن ضمان تنفيذها؟ طبعا بكل تأكيد اليوم ألزامية قرارات محكمة العدل الدولية بتستند لمادتين رئيسيتين بالقانون. الأولى من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة اللي بتقول إنه قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، وعلى إنه في حال امتنع أحد الأطراف عن تطبيق القرار يتم التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن لإرغامه على تنفيذ القرار. وأيضا تستند إلى المادة 59 من نظام محكمة العدل الدولية الأساسي، الذي ينص أن قرارات محكمة العدل الدولية هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن وعلى الدول الالتزام بها. معناتها نحن اليوم عندنا مادتين بيعطوا إلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية. والنقطة الثالثة بالفقه القانوني بيقول لك في حال اتفق الطرفان على النزاع في محكمة العدل الدولية وجب عليهم الالتزام بقراراتها، وبالتالي وافقت إسرائيل على دخول هذه المعركة القانونية في محكمة العدل الدولية بوجه جنوب أفريقيا، وبالتالي أصبحت قراراتها ملزمة، أصبحت قرارات المحكمة ملزمة عليها. لكن اليوم من الناحية العملية كل هذا اللي كنت أنا عم بحكيه بصراحة هو مواد نظرية تعطي القوة النظرية لقرارات محكمة العدل الدولية، لكن بالتطبيق مع كل أسف ليس هنالك آلية محددة تجعل محكمة العدل الدولية تلزم الدول بتطبيق قراراتها باستثناء العودة إلى مجلس الأمن. وهنا وهذا مقلق لدينا إلى حد كبير بالنسبة للبعض، أو من يرغبون على الأقل في تطبيق هذه القرارات على الأرض، سيد معتصم. لكن أيضا العلاقة ما بين هذه القرارات وملفات أخرى، يعني سواء إيقاف الحرب بالمجمل، لأن هذه القرارات تشتمل على رفح فقط، هل يمكن الاستناد على هذه القرارات كي تدفع دول مثل جنوب إفريقيا بإيقاف الحرب كلها، ولا هذا بعيد؟ هلا أول نقطة، يعني اليوم انتقال الملف إلى مجلس الأمن هذا بيعني إنه راح يكون هنالك تصويت، لكن قبل الانتقال لمجلس الأمن سيتم الطلب، هذه الطلبات تقدم إلى الفريق القانوني لدولة إسرائيل ويتم الطلب منهم تنفيذ خلال المدة تحددها المحكمة. في حال لم تلتزم إسرائيل بهذا التنفيذ ينتقل إلى مجلس الأمن. أنا الذي أعتقده، وخاصة تصريح وزارة الخارجية الأمريكية قبل عقد جلسات محكمة العدل الدولية ب 17 مايو 2024، صرحوا أنه في حال اتخذت محكمة العدل الدولية قراراتها بما يخص رفح لن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الداعمة لإسرائيل كانت تخالف هذه العملية العسكرية وكانت تطالب إسرائيل بعدم شن تلك العملية العسكرية. لذلك اليوم أعتقد أي دولة ستستخدم حق النقض الفيتو ستضعنا أمام خيارين. الأول أن الأمم المتحدة تصبح في موقف التستر عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والنقطة الثانية تصبح الدولة هي تعلن مشاركتها أو التواطؤ بارتكاب تلك الجرائم عبر التستر العلني وهذا ما والدعم يقول له. البعض أنه ربما سيلحق بواشنطن على وجه التحديد إذا لجأت إلى معارضة هذا الأمر بفيتو في مجلس الأمن. قبل أن أترك حضرتك، أريد التقاطع من وجهة نظرك من الناحية القانونية بين ما رأيناه اليوم وبين ملف آخر موازي، المحكمة الجنائية الدولية وسعي المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق قيادات إسرائيلية. هل سيؤثر ما صدر اليوم على المسار الآخر؟ كيف يتقاطع عمل المحكمتان في هذه الحالة؟ النقطة المهمة من اليوم، يعني أو من فترة، بلشنا نشوف في تسابق بعمل المحكمتين، لأنه اليوم المحكمتين طبعا رغم فرق الاختصاص الكتير كبير بين المحكمتين، محكمة بتلاحق مسؤولين جنائيين عن الارتكابات الفردية لألون، يعني بتلاحق أفراد، ومسألة بتروح بتلاحق الدول على التزاماتها بالمعاهدات والتعاقدات الدولية اللي عليها. لكن اليوم في عنا جريمة واحدة عم ترتكب، هي جريمة الإبادة الجماعية، اللي هي الجريمة بتحاسب عليها المحكمتين. فبالتالي نحن حنشوف هنالك تسابق بكل تأكيد.
بموضوع ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، إن كان الإقرار بأنه إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية اللي هذا ممكن أنه يكون بمحكمة العدل الدولية، وإن كان بموضوع إلقاء القبض وأحضار المشتبه فيهم اللي هن نتنياهو ووزير دفاعه إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم والتحقيق معهم بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي أقر بها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. النقطة اللي بشوفها مشتركة كثير مهمة هي موضوع وجود فرق خاصة بالأمم المتحدة ستذهب إلى الأرض للتحقيق بالجرائم التي تحصل، هذا أعتقد ستستفيد منه محكمة الجنايات الدولية بشكل إذا كبير. تم تطبيقه وتحت إذا هذه ربما خطوط كثيرة. سيد معتصم، أنا بشكر حضرتك. المعتصم الكيلاني الباحث المتخصص في القانون الجنائي الدولي كان معي من باريس، شكرا جزيلا. أريد أن أسمع بعض الأصوات سواء من داخل غزة من المعنيين بهذه القرارات بالأساس والتي ستؤثر عليهم على حياتهم بشكل مباشر. أحمد الأغا الصحفي الفلسطيني ينضم إلي من خان يونس. أحمد أهلا وسهلا بك، هل من ردود فعل على هذه القرارات؟ كيف استجاب إليها الفلسطينيون في محيطك على الأقل؟ نعم، مساء الخير لك محمد، مساء الخير للضيوف الأكارم، ومساء الخير لجميع السادة المشاهدين. نتحدث عن ترحيب لهذا القرار، لكن ترحيبا مصحوبا بحالة من التشاؤم جراء عدم تنفيذ مثل تلك القرارات. وكنا لاحظنا سابقا قرارات للمحكمة الجنائية بضرورة إيقاف الحرب على قطاع غزة ولم يتم تنفيذ أي من تلك القرارات. اليوم بعد قرار اليوم بضرورة إيقاف والعمل على إيقاف العملية العسكرية بمحافظة رفح قرارا لاقى ترحيبا واسعا من قبل المواطنين في قطاع غزة هنا في جميع أنحاء محافظات قطاع غزة، لكن كما تحدثنا مصحوبا بنوع من التشاؤم لاعتقادهم بأن هذا القرار لم يطبق ولم يتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع، والضغوط على إسرائيل بضرورة إيقاف العملية العسكرية في رفح وضرورة إيقاف الحرب على قطاع غزة والممتدة منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. أيضا الناس والمواطنون هنا ولسان حالهم باللغة العامية بأن الحياة أصبحت لا تطاق جراء تلك الحرب، جراء إغلاق المعابر لما يزيد عن أسبوعين، عدم دخول الإمدادات الغذائية، عدم دخول الإمدادات الطبية، المساعدات أو عدد من الشاحنات القليلة والضئيلة التي عبرت عبر الميناء الأمريكي لم يتم وصولها، لم يتم توزيعها على المواطنين. المواطن لم يرى هذه أي نقطة مهمة أحمد، لأنه نعم. ربما هناك تشكك أو خيبة أمل أو عدم يقين من إمكانية تنفيذ هذه القرارات على الأرض فيما يتعلق بإيقاف العملية بالمجمل، لكن من ضمن القرارات قرار مباشر بفتح المعابر وتسهيل مرور المساعدات. هل تتوقع أنه ربما تلجأ إسرائيل إلى تخفيف هذه النقطة أو تخفيف حدة الغضب الدولي عبر زيادة المساعدات على الأقل إن لم تكن ستوقف العملية العسكرية بالمجمل؟ هناك نقطة مهمة عزيزي محمد، وهو أن معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح المغلقان تماما على دخول الإمدادات الغذائية للمساعدات، هي لم تغلق. معبر كرم أبو سالم لم يغلق عن دخول السلع والمواد الغذائية للتجار الفلسطينيين، وتلك السلع بالمناسبة تباع بالأسواق. المواطن العادي ليس بمقدوره أن يقوم بشراء تلك السلع الأساسية من مواد غذائية، من خضار، من فاكهة، نظرا لغلائها الحقيقي والذي أصبح لا يتمكن من امتلاك بعض النقود لشراء تلك السلع. هذه نقطة مهمة أيضا، المعابر هي مغلقة فقط أمام المساعدات، أمام الإمدادات الغذائية، لكن على النقيض الآخر معبر كرم أبو سالم الذي كان قبل فترة من إغلاقه قبل أسبوعين كان مفتوحا هو ومعبر رفح لدخول الإمدادات الغذائية للمساعدات التي كانت تأتي إلى قطاع غزة، لكن حاليا مغلقان، إضافة
إلى أنه غير مغلق للسلع التي يقوم باستيرادها وشرائها التجار الفلسطينيون هنا في قطاع غزة. لكن إذن المواطن بمقدور العادي لا يستطيع أن يؤمن هذه السلع كما أفهم منك يا أحمد، وبالتالي هذا يعيدنا بالفعل للسؤال الذي سألته لك وسأطرحه بالمناسبة على ضيفي التالي، فكرة أنه هل يمكن أن تغير هذه القرارات شيئا ما؟ ربما تنفذ إسرائيل بعضها ولا تنفذ بنود أخرى، ما الذي سيحدث حينها؟ تحدثنا عن الشق القانوني لكن نريد أن نتحدث أيضا سياسيا، التبعات السياسية لقرارات المحكمة. هذه عبر خدمة الإنترنت من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، ينضم إلي الآن. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك. أربع قرارات أساسية يفترض إلزامية، يفترض نهائية، غير قابلة للطعن عليها. هل ستلتزم إسرائيل؟ وإذا التزمت هل ستلتزم بجميعها أم يمكن أن تلتزم ببعضها وتترك البعض الآخر؟ ينبغي التمييز بين الأهمية القانونية أو المعيارية لهذه القرارات الأربعة، بمعنى أنها تؤكد أن إسرائيل لم تعد الدولة التي تتفوق أو تتجاوز القانون الدولي، وأن المظلة السياسية والدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ربما الآن في مراحلها النهائية. لكن يصعب أن نترجم هذه الأهمية الرمزية إلى تطبيق عملي، بمعنى ما هو رمزي ليس بالضرورة هو واقعي. لذلك نعود إلى المعضلة الأساسية في القانون الدولي، أن هناك ميثاق الأمم المتحدة، هناك لوائح وبنود، وهناك فلسفة هذا القانون الدولي، لكن ليس لدينا حكومة مركزية أو سلطة عليا تضمن تطبيقه بشكل قانوني. فبذلك ينبغي أن نتراجع قليلا إلى الوراء لنرى هل هي معركة التطبيق أم هي فقط مناورة، بمعنى أن دعاة المثالية السياسية، دعاة الليبرال الأخلاقي الآن يسعدون وينتشون بهذا التحول، لكن أنصار الواقعية السياسية وفرض الأمر الواقع بالقوة هم يبتسمون، لأن هناك من العواصم الغربية قد تدفع باتجاه هدم هذه المؤسسات الدولية على أمل أن تبقى إسرائيل هي الحليف الرئيسي في الشرق الأوسط. لذلك من الصعب أن نحسم هل إسرائيل ستلتزم أم قد تلتزم بما يبدو رمزيا بالحد الأدنى، لكن نتنياهو لن يدعن لهذه القرارات، وهو يعي أن في واشنطن الغلبة للواقعيين وليس للمثاليين. بس لماذا تعتقد أنه من الصعب التطبيق العملي؟ يعني حتى البعض يقول أنه حتى إذا ذهبت إسرائيل إلى عدم التطبيق بداية، اللجوء إلى مجلس الأمن هذه المرة ربما يكون مختلفا، وقد تجد الولايات المتحدة حرجا كبيرا في استخدام الفيتو حال تم الذهاب إليه. قد نعود إلى مجلس الأمن وقد يحتدم النقاش مجددا، وقد تكبر العملية اللغط داخل الجمعية العامة، وقد نصل إلى أبعد من هذا. لكن لنكن واقعيين، لا يمكن التنبؤ بتطبيق هذه القرارات ما لم تلتزم هذه القرارات بفرضية إنزال العقوبات، بمعنى لغة الأمم المتحدة في حرب أوكرانيا وفي عدة أزمات أخرى تلجأ إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. هذه المرة هل سنصل إلى إلصاق هذه الأمور بما هو قائم بين مجلس الأمن ولجنة العقوبات؟ باختصار، هل يمكن أن نفترض أن ما يدور من سجل في مجلس الأمن سيترجم إلى عقوبات واقعية تفرضها الأمم المتحدة، يلتزم بها المجتمع الدولي، وتجد واشنطن نفسها أيضا ملزمة على الأقل ليس بمعارضة التيار، ولكن على الأقل بعدم الامتناع. بمعنى آخر، لاحظنا أن هناك تراجع نسبي، أنه في إحدى المرات قررت واشنطن ألا تصوت أو ألا تستخدم حق الفيتو. أرى أن من الأمل الوحيد المتبقي أن تنقلب هذه القرارات إلى عقوبات دولية على إسرائيل، وإذا لم يحدث هذا سنبقى في إطار مناورة محدودة المفعول.
خليني أذهب للولايات المتحدة إذن، بما أننا نتحدث عن أن الموقف الذي ربما يكون مؤثر، لا أعلم إلى أي مدى يمكن أن يكون مؤثر في هذه الحالة، لكن موقف الولايات المتحدة الجميع الآن يتحدث عنه. خليل معي من الولايات المتحدة. أستاذ خليل أهلا وسهلا. الخطوة القادمة، البعض يقول إذا لم تلتزم إسرائيل، لا أعلم إذا كنت تتوقع أنها ستلتزم ولا لا، لكن بعد ذلك الذهاب إلى مجلس الأمن، وهنا إما أن تعترض واشنطن أو لا تعترض وتمرر أي محاولة للذهاب إلى المجلس. ما رأيك؟ كما تعودنا على إسرائيل، ستحاول عدم الالتزام بالقرارات، ستحاول الهجوم على رفح بشكل أكثر عنفا، ورأينا هذا في الساعات السابقة. ولكن باعتقاد الولايات المتحدة ستحاول بأن تتجنب أن تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن بقدر المستطاع. بمعنى آخر، ستذهب حكومة بايدن لبنجامين نتنياهو كما العادة وتطلب منه طلبات وتقول له خذ هذا المسار وذاك حتى تتمكن من عدم استخدام حق الفيتو. ولكن إذا ما اضطرت للدفاع عن إسرائيل بحق الفيتو، أعتقد بأنه بايدن سيستخدم حق الفيتو. كما كررت في عدة مداخلات لي في هذا البرنامج، بايدن ملتزم بشكل عاطفي بإسرائيل، أيديولوجيا هو صهيوني، وأيضا ملتزم بسبب بعض المصالح السياسية له. ولكن هناك مأزق حقيقي بالنسبة لإدارة بايدن، لأنه أصبح يدرك بأنه سيخسر أصوات الشباب في أمريكا. بالمناسبة، من ضمنهم حتى أصوات الشباب اليهود الصغار في أمريكا، الذين يروا ما يحدث في غزة على أنه إبادة جماعية، ويروا بأنه بايدن وإدارته متواطئة في هذا الموضوع، وبالتالي بس لماذا تعتقد تتفق أن مع إذا كان الضغط كبير إلى هذه الدرجة عليه، لماذا تعتقد أن ردة فعله ستبقى على ذات الحال ولن يغير من موقفه؟ انا اخذ بايدن على محمل الجد عندما يقول انا صهيوني، وانا يعني وانه متعلق عاطفيا وايديولوجيا بالقضيه الصهيونيه. انا اخذه بجديه، انا اؤمن فعليا بانه بايدن صهيوني، وهو لا يستطيع بان يرى نفسه ياخذ يعني جيد اجراءات ضد جيد اسرائيل أستاذ خليل، بس نحن للمستضعفين. وصلنا من إلى ناحيه نقطة اخرى، إنه الولايات المتحدة نفسها قد تتضرر إذا ما استمرت في دعم إسرائيل بعد القرارات التي صدرت اليوم. أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستتضرر بالمعنى الحرفي، يعني على المستوى الاقتصادي أو على المستوى حتى المادي أو حتى المستوى العسكري، الولايات المتحدة قادرة على أن تتجاوز كل هذه الأمور. لكن على المستوى الأخلاقي هناك مأزق، على المستوى الأخلاقي من ناحية سمعة الولايات المتحدة، من ناحية السياسات الخارجية في العالم العربي. ولكن ما يوازن هذا بالنسبة لبايدن، بأنه فعلا يؤمن بأنه إسرائيل هي خط الدفاع عن العالم اليهودي. بايدن ما زال عالق في الستينات، ويرى بأنه الشعب اليهودي خرج من الهولوكوست، موجود في دولة إسرائيل، وهو أمام مأزق أو خطر إبادة جديدة، وهو يرى نفسه مدافع عن اليهود هناك. فبالتالي هذا التفكير بايدن، وهو سيستمر في هذه السياسات. انا لا اقول بانه كل الحزب الديمقراطي يفكر بهذه الطريقه، والجيل الصغير في الحزب الديمقراطي يختلف مع بايدن، ولكن للاسف بايدن لديه هذه الاراء. ومن ناحيه اخرى ايضا لديه مصالح مع اللوبي الصهيوني اللي بيتفق معه في هذه الاراء. خليني أذهب إلى غزة أرجوك يا أستاذ خليل. عبد الله معي من خان يونس، أريد أن أسمع وجهة نظره قبل أن أعود إلى الدكتور الشرقاوي مرة أخرى. عبد الله أهلا بك. هذه القرارات بعد ما استمعنا إلى تفاصيلها، هل وجدتها جيدة يمكن البناء عليها من الناحية العملية، ولا سندخل في جدل التطبيق الآن كما نتحدث منذ بداية البرنامج؟ بداية، مساء الخير محمد، مساء الخير لضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. نحن نعلم أن الحرب على غزة لقد اجتازت النصف عام، اجتازت الأكثر من 230 يوما. فالشعب الغزي هنا يعني ينتظر أي بصيص أمل، سواء كانت من المحكمة الدولية أو من أي كان، ينتظر بصيص أمل وقف الإبادة ووقف الهنجعية بحق الشعب الفلسطيني. لكن يوجد داخل عقل الشعب الفلسطيني تشتت ما بين هل ستطبق هذه القرارات أم أنها فقط ستكون كلام على ورق. فهذه نقطة مهمة بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني، هل ستطبق القرارات الأربعة وهي وقف عملية اجتياح رفح وإدخال المساعدات والتالي من هذه القرارات. ولكن نعلم أيضا بعد صدور القرارات بدقائق قامت طائرات الاحتلال بقصف عنيف جدا على مدينة رفح. هذا برضو يعني يؤدي إلى أن القرارات هذه هي يعني كما في العامية تقال يعني بلوها واشربوا ميتها.
نحن غير مهتمين لهذه القرارات، نحن يعني سنكمل عمليتنا في القضاء على حماس، سنكمل عمليتنا في القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة، لن نسمح بمرور المساعدات، لن نسمح بمرور أي شيء، لن نسمح بفتح المعابر. فهذه أيضا يعني العقل الفلسطيني أو العقل بين الشباب الغزيين أو المواطن الغزي بين إيجابيا وسالبيا، بين تشتيت وبين صحيح، يعني هل ستطبق القرارات؟ هل ستنفذ؟ أم أننا سندخل في جدال متى ستطبق؟ متى ستوقف الحرب؟ متى سيدخل المساعدات؟ متى سيفتح المعبر؟ فهذا من رأيي. لكن هل تعتقد أنه يمكن على الأقل أنه بعض الأطراف تحاول أن تضغط على إسرائيل بطريقة أو بأخرى لكي تطبق هذه القرارات؟ لأنه كما كنت أقول لخليل، وهذا لا ينطبق على الولايات المتحدة فقط، بعض الأطراف الدولية الآن في موقف محرج إذا استمرت في الدعم لإسرائيل، كما كانت تقول المحكمة نفسها قد تكون هي ضمن طائلة المسؤولية القانونية أيضا، مثلها مثل إسرائيل في هذه الحالة. في بداية محمد، نحن لا نعلم ما يجري خلف الستار، نحن فقط نستمع إلى الأخبار، نقرأ الأخبار، نخمن ما سيحدث. لكن من رأيي أنا، بعض الدول التي شددت من ضمنها بعض الدول الأوروبية بقطع العلاقات مع إسرائيل وبقطع الدعم عن إسرائيل في حال لم تطبق القانون، في حال لم تطبق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، فهذا برأيي لحد هذه اللحظة هي وجهة إعلامية، وتلك أيام يعني نداولها بين الناس. يعني الأيام القادمة هي التي ستظهر إما ضغط الدول العالمي والعربي وأي كان على إسرائيل، إما ستطبق، أو إما أن هذا الضغط هو فقط ضغط يعني كلام في الهواء، لا جديل له ولا مثيل له. فقط يعني أنا يعني أقول لك يا بوضوح أكثر أن ما يحدث أمام الإعلام هو فقط واجهة إعلامية لإرضاء الشعوب، لإرضاء لإسكات الشعوب، فقط لإسكات المظاهرات، لإسكات قدر المستطاع. لكن هل في الأيام القادمة سيتم تطبيق هذه القرارات، أم أننا سنتوسع في العملية البرية، سنقتل أكثر من الفلسطينيين، سنقوم بإعدام الجميع في غزة؟ فهذا يعني أمر مشتت جدا 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 داخل الشارع الغزي هنا. طيب، وهي فكرة ما هو التالي أيضا يا دكتور محمد؟ لأنه فور إعلان هذه القرارات كما كان يقول لي عبد الله، بالعكس حدث تكثيف للغارات الإسرائيلية على رفح. إتمار بن غفير يقول أنه الرد على تلك القرارات يجب أن يكون باحتلال رفح وبزيادة الضغط العسكري. كثيرون ساسة إسرائيليون يقولوا أنه هذه القرارات ربما أصبحت تثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة بين قوسين أصبحت تساعد الإرهابيين، كما قال إفكتور ليبرمان مثلا. الآن هل يمكن أن تكون لهذه القرارات ردة فعل عكسية؟ يعني بدلا من أن تهدئ الحرب تقوم باستفزاز الجانب الإسرائيلي للمزيد من التصعيد، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يوقف عجلة الحرب. أولا، لا أحبذ أن ننظر إلى هذه المتغيرات بنظرة المتفائلين أو المتشائمين، بل أدعو إلى تبني رؤية براغماتية إذا أمكن، والتعويل على بعض القرائن بين هذه المتغيرات. أولا، قرار محكمة العدل الدولية وقبلها محاولة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال يعكس أن الخطاب الإسرائيلي وصل إلى مرحلة التآكل بعدما استهلك كل ما لديه في تبرير ما يعتبره حربا عادلة، وأنه يقضي على المدنيين في حقيقة الأمر ولا يقضي على مقاتلي حماس. ثانيا، بالنسبة لبايدن وسوليفان وبلينكن، قد يتمسكون بصهيونيتهم وبدعمهم لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة ونظامها السياسي جدلية مفتوحة، ونحن الآن على بعد حوالي 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية، وينبغي أن نستحضر أن هذه الجدلية تفرض أيضا منطقة الخسارة والربح. وبايدن يدرك جيدا أن أغلب الشباب وحتى الصوت اليهودي، خاصة حركة الصوت اليهودي من أجل السلام، ناهيك عن نخبة من اليساريين والتقدميين حتى داخل حزبه الديمقراطي، هؤلاء لا ينظرون بعين الرضا إلى سياسته، فبالتالي قرروا كحركة ناخبين غير ملتزمين non committed voters أنهم لن يدعموه في الانتخابات. إذن هذه فرضية
تحضر بقوة بأن عليه من الآن إلى أكتوبر أن يغير مسار استراتيجيته في حرب غزة، وأن يعيد النظر في علاقته مع نتنياهو شخصيا ومع إسرائيل على المستوى الاستراتيجي. نقطة ثالثة مهمة أيضا، لا ينبغي أن نقلل أو نستخف بهذا الزخم. هناك زخم قانوني، هناك زخم قيمي مبدئي، هناك إرادة المجتمع الدولي باستثناء بعض الحكومات. الآن نجد أن هناك ذروة فهم الصراع الفلسطيني والتأكيد على حق أهل غزة أن يبقوا على قيد الحياة، وأن من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة مستقلة. وهذا يستحضر أيضا تجربة جنوب أفريقيا، كان هناك نظام أبارتايد وخاض الأمرين، وفي النهاية أعلن الأبارتايد هزيمته أمام هذا الزخم. لذلك طيب، أريد أن نحتفظ. جنوب أفريقيا دكتور تحاول أن تدفع الآن باتجاه استمرار الذهاب إلى العدل الدولية، محاولة التحقيق في تهمة الإبادة الجماعية كذلك، وسأعود إلى حضرتك بشأن هذه النقطة، لكن أريد أن أسمع ريم أيضا. ريم فلسطينية متواجدة في مصر. أستاذ ريم أهلا وسهلا، هذه القرارات كيف رأيتيها؟ هل ستطبق أم لا؟ وكيف يمكن البناء عليها؟ يسعد مساكم جميعا. هذه المرة القرارات التي صدرت من محكمة العدل الدولية تختلف عما سابق عن الجنائية السابقة، لأن محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن، وكان هناك القرار صدر بموافقة 14 دولة، ولم يكن هناك استخدام لحق الفيتو في ضد هذا القرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. عدم استخدامها ليس إنصافا للحق الفلسطيني على الإطلاق، وإنما هي حتى تقي نفسها من الانتقاد الذي يلاحقها من دعمها للكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني لم يقتحم رفح إلا بعد أعطاء الضوء الأخضر من قبل بايدن، ووجد له مبررات وأنه يحافظ على المدنيين، وأنه أسمع الكثير من الوعود التي دارت في تحت إطار السرية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بين بايدن ونتنياهو في هذه العملية العسكرية، كانت عبارة عن تسويف وإضاعة الوقت حتى يحقق الهدف، وهو الدخول إلى مدينة رفح واستمراره في عمليات الإبادة ومحاربة القطاع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وحيث أنه لم يجد هناك أي مكان. لم يقوم حكومة نتنياهو بقتل الشعب الفلسطيني، بتحقيق جرائم الإبادة. فهذه كل هذه الأمور التي دفعت لمحكمة العدل الدولية أن تصدر هذا القرار لصالح الشعب، لصالح صاحب الحق، وليست لصالح منتزع الحق الكيان الصهيوني، أمام مرحلة جديدة. مرحلة هو التنفيذ لهذه القرار، سيكون هناك تنفيذ ولكن ليس في هذه المرحلة. سندخل في مرحلة مزاوغة، في مراوغة، سندخل في مرحلة هروب، سندخل في سماعنا العديد من التصريحات للكيان الصهيوني بعناصره، برئيسه، بحكومته، بمجلس المصغر للحرب. سيكون هناك شعارات كثيرة تنفي أن يكون هناك أثر لهذا القرار. سواء هي بدأت بالفعل هذه الردود يا أستاذ ريم، وربما لاحقا سنبحث رد الفعل الإسرائيلي، وأريد أن تبقي معي لكي نتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلا. لكن دكتور محمد سريعا، الخطوة القادمة فيما يتعلق بملفات أخرى، يعني تأثير ما حدث اليوم على القضية الأوسع، قضية الإبادة الجماعية، على المسار الذي تسير فيه الجنائية الدولية كذلك، هل ما حدث اليوم يخدم بقية المسارات ولا لا؟ أكيد هناك قرينة عضوية بين تقدم المسار القانوني كما نلاحظه في محكمة العدل الدولية وأيضا الجنائية الدولية مع المسارات السياسية وحتى مسارات التعامل والفهم على الأقل. لا شك أن هذا يصب في منحيين. المنحى الأول أن من يقف في صف نتنياهو يفقد الحجة والبرهان الآن على صواب ما تدعو إليه حكومة الحرب، فبالتالي سنجد بعض الانشقاقات في العالم الغربي في أوروبا وفي الولايات المتحدة من قبل بعض النخب السياسية. أيضا سنشهد تحولا إيجابيا بأن دولا أخرى في أوروبا ستشعر بأنها
أكثر ثقة بتأييد فكرة منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة على غرار 147 دولة، خاصة الدول الثلاث الأخيرة إسبانيا وإيرلندا والنرويج. على كل المستويات هناك زخم لصالح القضية الفلسطينية وتراجع في خطاب دعم إسرائيل وصهيونية نتنياهو، لكن الحلقة الأساسية كيف يترجم هذا أمريكيا وبريطانيا؟ ولندن وواشنطن تبقيان هما المعقلان الرئيسيين لتوفير الغطاء السياسي والدعم العسكري وكل ما إلى ذلك من تأييد نتنياهو في هذه الحرب. بمعنى نحتاج لتحول نسق أو ما يعرف بالبارادايم شيفت في موقف بريطانيا والولايات المتحدة. بريطانيا كانت وراء إعلان بلفور تاريخيا، الولايات المتحدة كانت ولا تزال هي الحاضنة لإسرائيل من كل النواحي القانونية والاستراتيجية والدبلوماسية. فالتحول النسق ينتظر أن يحدث عندما تضعف حجة الولايات المتحدة، وعندما تصبح إسرائيل نقمة على السياسيين الأمريكيين بعدما ظلوا يؤمنون بأنها نعمة إلى الأبد. دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. أريد أن أتوقف مع بعض المشاركات التي رصدناها عن هذه القرارات. السياسي والدبلوماسي المصري الدكتور محمد البرادعي وصف القرار بالخطوة التاريخية وقال على منصة إكس: قرار لإعلاء قوة العدل والقانون في مواجهة القوة الغاشمة الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل. أما عادل فقلل من أهمية القرار وقال على إكس أيضا على صفحة نقطة حوار: قرارات المحكمة حبر على ورق، السبب أمريكا التي تحمي الكيان الإسرائيلي، وبالتالي سيستمر مجلس الحرب في تنفيذ أهدافه في غزة. أما محمد فيرى أن إسرائيل لن تتجاوب مع قرارات محكمة العدل الدولية، ويضيف: لن تلتزم إسرائيل بوقف العملية في رفح لاستخفافها بالقانون الدولي، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول محمد. السياسي المصري حمدين صباحي يرى أنه إسرائيل لن تلتزم بقرار المحكمة، وعلى إكس يقول أنه هذا القرار يمثل ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ولمقاومته. على الدول العربية التقدم فورا بمشروع قرار لمجلس الأمن لوقف العدوان على كل غزة تحت البند السابع. جواد أبو علاء، آخر المشاركات التي أعرضها عليكم، وهو يرى أن إسرائيل ضربت بكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط. يتساءل جواد: كيف لهذا الكيان الغاصب أن يرضخ لقرارات محكمة العدل؟ جواد يبدو مشككا في فكرة أن تنفذ إسرائيل هذه القرارات. وربما للحديث عن هذه النقطة أريد أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلي عبر خدمة الإنترنت من عسقلان، كوبي ليفي، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. كوبي، لدينا قرارات شديدة القوة: وقف العمليات العسكرية في رفح، فتح المعابر، السماح لأي لجنة تحقيق أن تذهب إلى غزة، والمحكمة في انتظار تقرير خلال شهر عن الالتزام بهذه الخطوات. ما فهمناها أو الانطباع الذي ورد إلى الكثيرين إن إسرائيل لن تلتزم، هل هذا انطباع صادق؟ هل من الذكاء ألا تلتزم إسرائيل؟ مساء الخير سيدي، ومساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا إذا كانت إسرائيل ترفض الالتزام بقرارات الأممية فسوف هذا غلط، وبرأيي ليس هناك تناقض بين ماذا تفعل إسرائيل بالساحة لما يحدث في الواقع. أريد أن أقول على سبيل المثال، عندما كان القلق إذا تتذكر على مسألة تهجير الفلسطينيين إلى أراضي مصرية، وكان هناك طبعا موقف إسرائيلي حاسم قال لا ندر معاهدة السلام بين إسرائيل وبين مصر، ولغاية هذه اللحظات ليس هناك تهجير فلسطينيين إلى داخل الأراضي المصرية كما وعدت إسرائيل. وفتح المعابر، اليوم هناك كمان فتح معبر آخر بحري، وهناك إدخال مساعدات للمواطنين الفلسطينيين، وفتح معابر أخرى إسرائيلية لإدخال المواد
هم الإنسانية للمواطنين الأبرياء، ولكن يجب علينا أن نعلم أن هناك كمان قرارات أخرى بتحرير مخطوفينا، وهذا لم يتم. ليس هناك مراقبة أممية لوضع مخطوفينا، ليس هناك رقابة أممية لماذا فعلته حماس. كان التنديد على أحداث 7 أكتوبر، ولكن ليس هناك قرارات تجبر العملاء لإيران في قطاع غزة أن ينفذوا طيب، لكن هل ستنفذ إسرائيل القرارات؟ لم أفهم الإجابة، اسمح لي. لدينا بلا قرار شك. مباشر بضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح، هل سيوقف نتنياهو عمليات رفح؟ هناك قرار أن يجب على إسرائيل أن تقف العمليات العسكرية إذا مواصلة العمل العسكري يضر المواطنين، ولكن هو ما فيش إذا إذا في هناك قرارات اليوم كوبي، اسمح لي. اليوم القرار من موجود محكمة العدل أنه يجب إيقاف العملية العسكرية في رفح، هل سيوقفها نتنياهو؟ طالما هناك الأذى بالمواطنين، بس هو هناك وبرأيي إيذاء إذا بالمواطنين. مش متأكد، يعني إذا هناك تفجير نفق للمقربين ليس هذا عمل ضد المواطنين، بالعكس هذا لصالح المواطنين للقضاء على المنظمة الإرهابية التي استولت على قطاع غزة بدون حق. الآن المحكمة، أنا أتحدث عن قرار المحكمة بناء عليه أتحدث إليك، هي ترى أنه يجب إيقاف العمليات العسكرية في رفح بشكل مباشر، وبالتالي من ضمن الحثيات التي ذكرتها أن هناك إيذاء كبير جدا للمواطنين الغازيين الآن، ويجب أن تتوقف هذه العمليات، يجب السماح للجان التحقيق أن تدخل، يجب فتح كل المعابر خاصة معبر رفح. لا، ليس هناك اعتراض إسرائيلي، لأنه ليس إسرائيل هي التي بتخبي المعطيات. عندما أسألك أنت سيدي الكريم، أعطيني من فضلك أسامي الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب بين إسرائيل وبين العملاء، لا تقدر تعطيني أساميهم، أنا لأن لا أستطيع أن المنظمة أعطيك الإرهابية أسامي 35,000 شخص على الهواء، وتحدثنا قبل ذلك في هذا الأمر أعتقد في لقاءات سابقة، أكيد لكن أنت تتحدث عن بمجرد صدور القرارات كان رد فعل إتمار بن جفير أنه يجب الرد على هذه القرارات باحتلال كامل لرفح. في نفس الدقيقة التي صدر فيها القرار كان هناك تكثيف للغارات الجوية. يا سيدي، أولاً دائما تحبون ان تروا ماذا يقول سموتريتش وماذا يقول السيد بنغفير، لأنه ولكن هم واضح أن نتنياهو يعطيهم ثقلا كبيرا. من شان هم ليس من الكابينيت المصغر، وهم لم موجودين في اي نقطه من نقط الاتحاد السياسي الاسرائيليه. يعني يعني إذا كان ليس اذا لهم فكرت، هذا الوزن، لماذا يعطيهم نتنياهو هذا الثقل؟ هناك تحذيرات كبيرة من داخل المجتمع الإسرائيلي ومن الساسة الإسرائيليين أنه لا يجب أن يعتد رئيس الوزراء الإسرائيلي برأي أقصى اليمين، ومع ذلك هذا لا يحدث. نتنياهو يريد أن يحافظ على شكل حكومته ولا يريد لها أن تنهار. أو أولا شيء طبيعي، هذا رجل سياسي يريد البقاء في الحكم، طيب يعني ولكن لا تلومني إذا عندما أذكر تعليق لإثمار بن فير. لا بس أخو لا ألومك سيدي، أقول أن إيتمار بن غفير وسموتريتش ليس هم الوزراء الوحيدين في الحكومة، هناك الثقل بيني جانس بقى يقول أنه سنواصل القتال، طيب بيني جانس ممكن أنقل عنه؟ بيني جانس قال وحكى كمان قبل شوي مع مسؤول أمريكي، وقال أن إسرائيل تلتزم بكل القرارات، والقرار إذا تسمعه منيح وطبقا للكلمات المحددة للمحكمة، قالت المحكمة أن هناك يجب على إسرائيل أن تقف القتال في رفح إذا يسيء هذا وضع المواطنين، ولكن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها وسوف تثبت للمحكمة. يعني على سبيل المثال أريد أن أسألك سيدي، يعني أي جيش في العالم ينبه المواطنين أنا سوف أعمل عملية في منطقة معينة ومحددة،
يعني هذا كاستدعاء العدو يحضر كمين لقواتنا. ولكن طيب أنا للأسف لن أخوض في تفاصيل هذا الأمر، ربما أجعل بعض متابعين على زوم يجيبوا عليك في هذه النقطة، لأن هذه القضية بالذات كان عليها جدل كبير جدا مع بدايات الحرب، وقيل أنه إسرائيل توجه تحذيرات لأهل غزة أن يتوجهوا إلى منطقة معينة ثم تقوم بضربها. لكن أنا الأهم هو فكرة تنفيذ القرارات من عدمه. خليني أعود إلى عبد الله، لأنه هنا ضيفي يفتح بعدا جديدا. لم نعد نتحدث عما إذا كانت إسرائيل ستلتزم ولا لا، هو يرى أن إسرائيل ملتزمة بالفعل، وأنه لا تعارض ما بين سياسات إسرائيل الحالية وما أمرت به المحكمة. سيدي محمد، نحن منذ القدم، منذ آلاف السنوات نعرف أن إسرائيل ناقض العهود مع أفضل البشر. فمن نحن من أصناف البشر لكي لا تنقض معنا العهود والاتفاقيات؟ هذا أولا. ثانيا، ردا علي أنتم، يعني هم لا يقوموا بقتل المواطنين فقط، يعني لا يقوموا بقتل المواطنين الرجال فقط، لا بل الأطفال والنساء والأطفال الخدج أيضا. يعني أيضا إسرائيل التي لديها الكثير من الأهداف في هذه الحرب، قبل عدة أيام اجتاحت المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة، وأخلت من في داخله من مرضى وأطباء وأطفال خدج، واستولت وقصفت بوابة هذه المستشفى وأخلت جميعهم، حيث لا يبقى في منطقة الشمال مثلا لا يوجد مستشفى لتقديم الرعاية الطبية لهؤلاء المرضى. ها هي أهدافهم. ثانيا، أهدافهم عند إلقاء قنبلة من أحد طائراتهم الحربية، عند إلقاء قنبلة هم فقط لا يقومون بإضرار الأحجار فقط، يعني لا يلقون قنبلة على الأحجار، لا بل يلقونها على الأشخاص المتواجدين في هذه المنطقة. وفي حال تم إنزال منشورات تتيح للناس أن توجهوا إلى هذه المنطقة الآمة، يلفون من البوابة الأخرى ويقومون بقصف هذه المنطقة الآمنة، ما ينتج عنها كثير من الشهداء والإصابات. لذلك يعني لا أمان ولا أمل في أي كلمة يقولونها. لكن المشكلة يعني الآن، وخليني أسمع رأي ريم في هذه النقطة، لأنه هل سنتجه الآن لفكرة الاختلاف على تفسير هذه القرارات إذا في هذه الحالة، ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ولا لا؟ هذه ربما هي المرحلة القادمة من الاختلاف التي كنت تشير إليها ريم. قبل الإجابة على سؤال حضرتك، بس أنا حبيت أوجه لضيفك، إذا يطلب منك ذكر ضحايا الاحتلال الصهيوني، أنا من أهلي، والدي ووالدتي وأختي تم قتلهم بصواريخ من قبل الكيان الصهيوني وهم موجودون في البيت، ومثلهم أكثر من 40,000. إنهم مدنيين، هم لا يقتلوا العسكريين الذين يقاومون لهم، هم يقتلون المدنيين والمستشفيات والأطفال والنساء، جميعهم مدنيين. إذا أرادوا إحصاء فالإحصاء الرسمية من قبل وزارة الصحة الذي دوما يهربون ويشككون بها، هم يعلمون علم اليقين بأن الكيان الصهيوني بارع في قتل الشجر والحجر والطفل والنساء والشيوخ وكل الأشياء وكل البشر الموجودين في قطاع غزة. إسرائيل لا تحاول بقدر المستطاع هي تتهرب من المسؤولية والقرارات التي أصدرت بحقها من قبل محكمة العدل الدولية، ولكن يجب أن يكون حتى لو تهربت حاليا يجب ملاحقتها بكل الطرق. هي نتنياهو وفريقه وحكومته وكافة أعضاء وهذا ملف آخر ربما يرين فكرة الجنائية الدولية. لكن كوبي، إذا لم تقتنع هذه الأطراف بأنه إسرائيل تقوم بالتزاماتها فعلا، وربما هناك دعوات للذهاب إلى مجلس الأمن، البعض يقول أنه الولايات المتحدة لن تستطيع حماية إسرائيل، لن تلجأ إلى الفيتو المعتاد في هذه الحالة، وستجد إسرائيل نفسها في مأزق حقيقي. أولا، المأزق الحق ليس هناك مشكلة برأيي، لأن إسرائيل هي على الصدق. عندما تهاجم دولة من قبل إرهابيين وينخطف أولادها ونساء، يجب عليها وفي عندها حق الدفاع للنفس. وعندما يتخبون هذول العملاء بين من وراء الستات والأولاد، فيجب على الأولاد والستات إبعادهم من المناطق ومن البيوت. ولكن عندما هناك مقرب يطلق صواريخ من على سطح عمارة، والعمارة هذه هو يريد يسيء ويقتل أبنائي، فقتله أولى.
إذا ذهبت الدول إلى مجلس الأمن لإصدار قرار، البعض يقول الولايات المتحدة لن تستطيع وقفه هذه المرة، كيف ستقنع إسرائيل واشنطن باستخدام الفيتو؟ أولا لا أعتقد أن هناك حاجة للوصول إلى حق الفيتو إلى آخره، بغض النظر أن عندما نرى ونقرأ المعطيات وكما أنا سمعت قرار المحكمة، هناك معطيات ليس لها إثبات، يعني مصدر معين قال هيك ومصدر آخر قال هيك، هل تم الكشف والتحقيق التام؟ هل كلامه صحيح يعني أم لا؟ أتصور لأنه بما أن المحكمة أصدرت القرار فأكيد هي حققت، لكن هو القرار صدر، نحن لن نجادل إذا كان سيصدر ولا لا. وثاني قرار يتعلق بما ذكرته، أنه يجب على إسرائيل أن تسمح بلجان تقصي الحقائق للتحقيق في الإبادة الجماعية، وهو أمر آخر ربما يواجهه نتنياهو، هناك مذكرة توقيف ربما هي بانتظاره. المسألة ليست توقيف نتنياهو ولا جالانت ولا واحد تاني، المسألة مهمة، هل هناك فعلا سياسة قضاء على الشعب ولا لا؟ وأنا برأيي ليس هناك سياسة من ذلك، هذه حرب، حرب ليس سهلة وحرب فيها ضحايا عندنا وبالطرف الآخر، ولكن إلنا الحق الدفاع عن النفس، وإلنا الحق، نحن ما هجمنا قطاع غزة، كانت إسرائيل انسحبت في 2005 من قطاع غزة، ولكن العملاء بدوا بشنوا حرب على إسرائيل. طيب كوبي ليفي، فماذا يريدون أن إسرائيل تعلم؟ كوبي ليفي رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا، كان معي من عسقلان، شكرا لكل من شارك معنا في برنامج اليوم. نهاية الحديث المباشر، تحياتي أنا محمد عبد الحميد، إلى اللقاء.